بداية، كيف تابعت زيارة وفد الاتحاد الأوروبي للمسجد الأقصى المبارك؟ استهجان شديد، استهجان واستنكار. لسنا بحاجة إلى المزيد من المجاملات، فهمناكم جيدا، عشنا معكم 16 عاما، عرفنا أحزابكم، عرفنا الطريقة التي تفكرون بها. أنتم لا تحترمون الضعفاء، أنتم يعني أيها الأوروبيون تجاملون ولكم مصالح، وأنتم تتمنوا أن هذه المصالح تتمس، ولهذا السبب جئتم إلى الأقصى في زيارة مجاملة ليس أكثر ولا أقل، حتى أنكم لم تستنظفوا، لم تتواضعوا لمؤتمر صحفي لمدة دقيقة، وأنا كنت على الهواء مباشرة وكنت مع الصحفيين في الميدان، وكنت أستمع للصحفيين وهم يناشدون أعضاء الاتحاد الأوروبي المتحدث باسمهم أن يتحدثوا للإعلاميين وللصحافة لمدة دقيقة واحدة فقط، وهذا لم يحصل ورفضوا. إذن هم جبناء يخافون من الجانب الإسرائيلي، ولكنهم في زيارة المجاملة يحاولون إرضاء الجانب الفلسطيني والعربي والإسلامي، ويقولون نحن جرناكم، يعني بدل أن السفير الأردني طرد بشكل مهين وبذل، فنحن جئنا يعني لتضميد الجراح ولتضامن معكم، هذا شكليا، لكنهم لم يمسوا الجوهر، لم يعوصوا إلى الجوهر المشكلة، لم يتحدثوا ببنت شفة واحدة ولا بكلمة واحدة ولا حتى بتصريح للإعلاميين حتى ولا ببيان، مجرد بيان استكثروه على الأقصى وعلى هذه الإهانة المذلة التي تمت للسفير الأردني. نحن حقيقة نقول الأوروبيين نحن نفهمكم جيدا، أنتم جبناء بامتياز، أنتم تنافقون بالاحتلال الصهيوني، أنتم تعترفون بالاحتلال الصهيوني وبحكومة الاحتلال الصهيوني الداعشية، وأنتم تقومون بمناورات عسكرية وتجاوزون الاحتلال بأبشع أنواع الأسلحة التي يعدل بها الشعب الفلسطيني، ولكنكم في المقابل لم تستطيعوا مجرد الاستنكار علنا أو إصدار بيان بحق الذي جرى بالمسجد الأقصى المبارك. لذلك نحن نظرنا لهذه الزيارة على اعتبار أنها شكلية ولا قيمة دبلوماسية لها. نعم.